هذه مسيرة اللي من خلالها مرة أخرى الشعب المغربي كيأكد خاطبة أنه في القضية الفلسطينية المغرب كان دائما وسيبقى معبرا عن تضامن مطلق، تضامن لا مشروط. وهذه الساحة اليوم في الرباط شهدت وستشهد إن شاء الله مسيرات مليونية، لأن علاقة المغاربة فلسطين هي ماشي علاقة اليوم، علاقة ممتدة في التاريخ. فالمغاربة كانوا أول من هب لما أعلن نداءه صلاح الدين الأيوبي لإنقاذ القدس وفتح القدس، أول من أوائل من هبوا لفتح القدس كانوا المغاربة. ولهذا كافأ المغاربة ب يعني تخصيص حارة المغاربة وباب المغاربة. اليوم حي المغاربة في القدس شاهد، وباب المغاربة شاهد على الحضور المغربي المتميز. فطبعا هذه الأجيال المتعاقبة خروجها في مسيرات هو تعبير وتضامن لا مشروط مع القضية الفلسطينية، مع القدس، خاصة أن قضية القدس اليوم تعرف منعرجا خطيرا. هذا المنعرج أقل ما يمكن فيه هو الخروج في مثل هذه المسيرات، لأن الرفع أو يعني هناك خطورة كبيرة بإعلان القدس يعني اليوم عاصمة لكيان آخر من غير فلسطين، هو تهديد ليس فقط للقدس ولكن تهديد للأمة العربية والأمة الإسلامية وتهديد للإنسانية، لأن القدس هي ليست فقط ملك للمسلمين، هذه ملك للمسلمين وللمسيحيين وكذلك لليهود اللي هما متوازنين. فاليوم المس في مقدسات دينية وقدسات إنسانية أقول هو مس باستقرار البشرية وسلمها وسلامتها.